اليوم كما كتشوفوا عندنا مسيرة فنية كتبدأ من الساحة في الكورنيش إلى ساحة الوحدة. فعندنا مجموعة من الفرق الفنون الشعبية اللي حاضرة معنا كبلغاريا وإسبانيا وقناوة، كنشوفوا جزر القمر، دونك مجموعة من الفرق المحلية أو الدولية اللي كتمشي كل فرقة بالعلم ديالها، بالرقصة ديالها، بالتراث ديالها. فهذا هو اللي كيسهم فيه المهرجان الدولي فولكلور التقليدي. فكنشوفوا هنا بساحة الوحدة مجموعة من الفنون أو الرقصات اللي كنشوفوا الجمهور كيتفاعل تفاعلا إيجابيا، لأنه مدينة أكادير أو سكان أكادير متعطشة. فاحنا الهدف ديالنا الصراحة كنطمحوا ليه كل عام هو ما نخليوش العروض الفنية غير مثلا سينما صحراء فيها افتتاح والاختتام، ولكن نمشيو للساحات باش نقربوا هاد الناس أنه للشعب، لأنه فنون شعبية هي زعما الشعب هو اللي خصو يشوفها. بالفعل هو تنشيط سياحي ثقافي 100%، لأنه كما كتشوفوا هنا لاكورنيش ديال أكادير، واليوم الجمعة مملوءة بالناس بالسياح اللي كنشوفوا كثار معنا. وكذلك كنا في ساحة التمرين اللي حاولنا نديروا لها شوية ديال الأنيماسيون، لأنه هذيك ساحة فنية ممتازة. كذلك لساحة أكادير وفلا اللي غتكون غدا إن شاء الله، غتكون حتى هي مع السياحة اللي ولات عندنا في أكادير وفلا، فنعرفوا بهذيك المنطقة، نعرفوا بديك الساحة. وكذلك ساحة أيت ملو اللي كانت البارح مولاي عمر، الشعب أيت ملو كان رائع جدا متعطش، كما كنعرفوا مدينة أيت ملو ما كتواجد فيها مهرجانات دولية. وكذلك كنا فتحنا هذه السنة بجهة سوس مسا، ومشينا نهار الثالث ديال المهرجان لساحة أو واحة تيوت بمدينة تارودانت. We are here for the festival FIFTA and we really love it. The people here are amazing, very loving. We really like the other groups as well, their art, their performance. We believe that cultural difference is really great experience for all of the groups, and we are very happy to be here in Morocco from very far Europe. Notre participation à Agadir, on vient ici pour le festival de FIFTA. J'ai trouvé au Maroc, je trouvais très très passionnant. Ils ont pris très, ils ont, je vois qu'ils sont très gentils. Ils sont pas comme les autres en fait. Comment je peux dire encore? On trouve très passionnant. Ouais, on trouve très passionnant parce que je vois beaucoup de gens ici qui fait beaucoup de traditionnel en fait. Il y a des gens de participation comme les Espagnols, on a trop aimé comme eux. Le Maroc aussi, ils ont pris comme leurs frères. On a trop aimé en fait.